Muhammad. Salam Allahi lakum. Ahlan bih, tfaddal. حياك الله يا أستاذ وحيد. أنت رجل والرجال قليل في زمن كثر فيه وفشى أنصاف الرجال، فقلما أنجد رجلا ينطق بالحق ويفضع به بين هؤلاء الرمم الأنزال. فحياك الله وحي عقلك وحي مادتك المعروف المسيح التي هي محور أساسي في كل العقائد وفي كل الأديان وفي كل الأفكار وفي كل هذه الأشياء الذي ادعى منها من ادعى أنها مبتعثة من الله، واتفق الجميع على أن يتحدث عن هذا الكائن وعن هذه الشخصية احتار في وصفها العديد والعديد، وغاب عنهم أن يذكروا حقيقة ألوهية هذا الكائن الذي هو أبدي أزلي وسيبقى إلى الأبد. آمين. إلهنا ومخلصنا وشفيعنا. لذلك لا أجد حرجا ولا أتعجب إن وجدت في القرآن أو في غيره من العقائد الشيطانية احتيار وتضارب في الآيات والتصريحات بشأن هذا الإله العظيم، حياكم الله أجمعين. شكرا لك أخ محمد. عندي سؤال بس بسرعة، حضرتك بالتأكيد من خلفية إسلامية؟ نعم نعم. طيب صحيح. أنا سأعطيك آسف 30 ثانية فقط لتقول لنا للمشاهدين لماذا اخترت المسيح؟ ما الذي أعجبك في المسيح؟ أنا لم أختار المسيح، بل المسيح هو من اختارنا جميعا منذ البدء. الله. المسيح رائع. هو من اختار هذه الخلائق. نشكر الله. ليكونوا تابعين له. فها هو المسيح عندما يجد بطرس وأخاه فيقول لهم اتبعاني فأجعلكما صياد الناس. فعل اجعلان هنا في هذه الآية يوجد فعلان، فعل التابعية وفعل الجاعلية. في فعل التابعية نجد أن الفاعل هنا هم من؟ بطرس وأخاه. اتبعاني هم من سوف يقوموا بالفعل، هم الفاعلون هنا. لكن عندما يكمل رب المجد يسوع المسيح آيته وقوله الكريم فيقول فأجعلكما صياد الناس، هنا هو الفاعل. وهذا ما حدث في حياتي، كنت شيخا وكنت إماما وكنت رجل دين في هذه العقيدة الشيطانية، فأنا للرب أن يتحقق قوله يتنفذ فيه عندما يقول الرافع البائس من المزبلة ليجلسه مع أشراف شعبه، ارتفعت فوق واعتليت بإنسانيتي وروحي وفكري وفهمي وحياتي لأجلس بين أشراف شعب الرب الآن. عندي سؤال أخير الله. عندي سؤال أخير. بعض الأحباء المسلمين يقولوا ما عندناش شيوخ بتسيب الإسلام، رأيك إيه؟ يقول ما يقول ويدعو ما يدعو، وهذه ليست قضيتنا، ليست قضية أشخاص وليست قضية شخوص، ولكننا نتحدث بصدد مادة معروضة، بصدد عقيدة شيطانية. هذا هو الأهم. أقول لهم دعكم من هذه الأشخاص، ربما تدعون أنني أكذب، ربما يدعي البعض أنني يعني أفعل ما أفعل. لا 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 أنت لا لا أنا أقصد اتجاه آخر. حضرتك كشيخ سابق، هل تعرف هل تعرف من هو مثلا زميل ليك في مستواك الإسلامي العلمي السابق؟ يعني من عرف شخص المسيح، من اكتشف شخص المسيح زي ما الرب أنار عيونك؟ هل تعرف آخرين مثلك يا أخ محمد كانوا على دراية وعلم؟ على المستوى الشخصي نعم. لن أقول ملايين، بل أقول أنا رأيت بأم عيني المئات. من رأيتهم بأم عيني فقط. لا أنا لا أتكلم. من شهدت معموديتهم، من نعم. شهدت إعلان لا 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 ثواني 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 أخ محمد، أنا أقصد على مستوى الشيوخ يعني نعم. وليس مستوى المسلمين عوام المسلمين. إذا دعني أتحدث عن العشرات. نشكر وأنا الله. لا أبالغ في هذه الأرقام، بل نحن نعيش في هذا المجتمع. نشكر أنا الله. على أعتاب الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق، أنا على أعتاب إمامة المساجد في جمهورية مصر العربية، ومع ذلك بداخلي وفي إيماني لا أعرف وليس لإله غير رب المجد يسوع المسيح. ربي باركك. ربما البعض سوف يتعرف علي من صوتي، ولكن لا أبالي بهذه الأشياء.
لكن نقول أنه الرب يحمينا. أمين. هذا الذي قال أمين. في كتابه مئات المرات لا تخف, لا تخف لأني معك. أمين. هو يستطيع أن يفعل, لا هو قادر في النقل. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أمين. وهذا يكفينا. الرب يباركك أخ محمد ويحافظ عليك, شكرا لك كثير. من لطبيب الروح ده الباب مفتوح, بابه مش مقفول. قولي تخاف ليه متشان في عينيه شعرك معدود ربنا موجود, ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود. لا إلهك حي ما بينامش مالوش حدود, ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود. لا إلهك حي مالوش حدود. يا سلام يا هلاك طول ما هو وياك, وإيدي سندك وعليك بيسود. خليه مسؤول عنك على طول, الهم يزول والفرح يعود. ربنا موجود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود. لا إلهك حي ما بينامش مالوش حدود, ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود. لا إلهك حي ما بينامش مالوش حدود, لو ماسك فيه ومسلم ليه أمرك وعليه على طول مسنود. تهدم أسوار وتعدي بحار, لا يهمك دار ولا شب أسود. ربنا موجود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود. حي ما بينامش مالوش حدود, ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود. إلهك حي ما بينامش مالوش حدود, لو ماسك فيه ومسلم ليه أمرك وعليه على طول مسنود. تهدم أسوار وتعدي بحار, لا يهمك نار ولا شوق بيسود. ربنا موجود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود. لا إله حي ما بينامش مالوش حدود, ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود. لا إله حي ما بينامش مالوش حدود ربنا.